بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أهلا ومرحبا بكم أحبائي في حديث جديد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الأربعين حديثا التي تعنى بتعظيم كلام الله عز وجل. واليوم نقف مع الحديث 37 من هذه السلسلة المباركة، هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله عز وجل، الذي إذا سمعته ذكرك بالله عز وجل، وإذا تلا عليك ذكرك بكلام الله عز وجل، وخشعت من صوته ومن قراءته للقرآن. وقد وقع ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم عدة مرات، حين أمر عبد الله بن مسعود فقال له: اقرأ علي القرآن. قال: أوقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك حسبك حسبك. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري: قال: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. فلذلك تجميل الصوت بالقرآن وخشوع الإنسان حين يقرأ كتاب الله عز وجل من الأمور المطلوبة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. في حديث قادم ألقاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم